هذا ما كنت اقصده زميلي خالد، انه يجب مثل ما ذكر الدكتور سليمان انه يجب ان تكون هناك لغه راقيه. يعني انت الان تشاهد في طعم ما بين الدكتور عادل عزت تجاه سلمان المالك والعكس صحيح، لكن في لغه راقيه. اذكر انه في ورشه العمل اللي اقامها الرئيس الهيئه العامه للرياضه الامير عبد الله بن مساعد مع رؤساء انديه الدرجه الاولى، كان هناك اجتماع وكان هناك يعني احاديث جانبيه وديه، وكان هناك يعني حتى يعني بالعاميه مزح بين يعني فيما بين الثنائي. لكن اللي يقصده الدكتور انه يعني في بعض الاعضاء اللي هم تقدموا ايضا سواء كان لمنصب نائب الرئيس او منصب الرئيس، هم فقط حضروا مثل بعض اعضاء الشرف في بعض الانديه يحضرون من اجل فتره معينه، من اجل الظهور الاعلامي، من اجل التواجد، ثم سرعان ما يختفون بشكل كامل. عشان كذا احنا نقول اللي وضع الرئيس لجنه الانتخابات هو الدكتور خالد بن نصر هي الجمعيه العموميه، ومن ايضا وضع طيب يعني انت تعرف الاتحاد السعودي لكره القدم من من من, من تهمة انهم هم السبب في هذه اللجنة؟ لا ما اعتقد انا، لانه اكيد بالتاكيد انه مثل ما حدث في الانتخابات اللي مثل ما ذكرت قبل قليل، تواجد الاستاذ خالد معمر وتنافسه مع الاستاذ احمد عيد، كانت متواجدة لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ايضا في هذه الانتخابات ستتواجد. كل ما يحدث في هذه بالتاكيد انها تحت اطار متابعة الفيفا، لا تتوقع انه الفيفا لا يتابع. واي طعون واي شكاوي احنا لدينا محكمه التحكيم الموجوده الان اللي تم استحداثها مؤخرا. اي شخص يعني يعتقد او يظن انه يعني مثلا تعرض لظلم سواء كان من خلال الرؤساء او من خلال الاعضاء او حتى من خلال المتقدمين منصب نائب الرئيس، يتقدم الى المحكمه الرياضيه الموجوده المستحدثه مؤخرا ويقدم شكوى، ومن خلالها سيتم دراسه الشكوى وفحوى الشكوى، إذا كانت معها الحقية سيتم النظر فيها بدون شك. لكن اللي أنا أتمناه أن يكون في هناك لغة راقية واحترام متبادل حتى على مستوى الزملاء الإعلاميين في القنوات الفضائية. طيب. أعرف أنه الإعلام الرياضي عندنا إعلام قوي جدا، وهذه ليست بشهادتنا إحنا شخصيا إنما حتى بشهادة الدول المجاورة لنا شخصيا، بدليل أنه الزملاء الإعلاميين هم مستهدفين من هذه القنوات. ذكرتني أنا برجع لمقال الزميل محمد نجيري، يعني ذكر فيه كلمة ودي يعني يمكن أتأكد كلامك، يعني يقول إنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف قال الله يعين أحمد عيد على اللي يجي، يعني وهذا ندلدل على الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي عندنا صوت قوي صحيح، ودائما احنا دائما في الميدان عندما يعني نواجه الاستاذ احمد عيد ونذكر له بانه السلبيات والسلبيات ويتقبلها برحابه صدر بكل امانه، على الرغم من اختلافنا مع الاستاذ احمد عيد ومع اللجان العامله معه، لكن الرجل بصراحه مهما كان مختلفنا معه يظل في النهايه رجل خدم الرياضه كلاعب كقائد المنتخب السعودي وكقائد لناديه، وايضا عمل في اداره النادي الاهلي من مدير كره، وحتى وصل في فتره من الفترات الى رئيس نادي. جميل. وايضا الان انا اتمنى حقيقه انه احنا ننتظر ماذا سيكون اليوم في بيان لجنه الانتخابات، وهل قبلت الطعون ما قبلت، حتى في تمديد الاتحاد السعودي بس في انباء اوليه يجب انه تحترم، يعني في انباء اوليه ما ادري عن صحتها، يعني انه الوضع سائر وجود اداره مؤقته من اجل 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 انه لازم يمدد للاتحاد السعودي يعني الى الان يعني ما بعد تاكدت صحتها، لكن انباء اوليه ونشوف. يعني انا وجهه نظري الشخصيه انا اتمنى شخصيا اذا لم يقبل، اذا كان هناك مثل ما ذكرت تمديد لل او اختيار بديل اداره بديله، اذا لم يكن احمد عيد موجود اتمنى ان يتم اختيار الاستاذ ياسر المسحل. هو عموما في خلينا نرجع الحديث الامير عبد الله بن مساعد في هذا الموضوع، ذكر انه يعني يرغب في لجنه مؤقته بقياده احمد الخميس امين عام اتحاد القدم. اي نعم، هي من تسير امور الاتحاد لحين انتخاب رئيس جديد الاتحاد. طبعا اكيد انه الامير عبد الله بن مساعد ما ذكر الشيء هذا لانه يستدعى امور وقوانين معينه ونظاميه، لانه انت ما تقدر تحط مثلا بديل لاحمد عيد اذا رفض احمد عيد الاستمرار، في حال انه أقر أنه تستمر الإدارة الاتحاد السعودي حتى نهاية الموسم، إلا هو الرجل الثالث في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد محمد النويصر وأحمد عيد هو أحمد الخميس. طيب أنا كل ما